السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن، برحب بكل متابعي القناة. النهاردة هنشوف طريقة عمل بلوفر أولادي. الحقيقة كتير من المشتركين ومن أصدقاء القناة وأصدقائي طلبوا مني أشغال للولاد. النهاردة هنشوف بلوفر حلو قوي وبغرزة جديدة، أتمنى يعجبكم. قبل ما نشوف الأدوات وطريقة التطبيق، خلوني أذكركم أننا اشتغلنا على القناة موديلات مختلفة زي ما احنا شايفين كده. لو ما شفتهاش معايا او حابه تتابعي اي موديل منهم، هسيب كل اللينكات اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس. الادوات اللي هنستخدمها، انا هشرح على خيوط كريستال فرنساوي الستان اللي بالشكل ده كده، وانتي طبعا تقدري تستخدمي اي اصواف متوفره عندك وحابه تشتغلي بيها نفس البلوفر. هحتاج لابره رقم 3، وانتي لو اشتغلتي بالصوف طبعا الخيوط اللي عندي رفيعه فهشتغل برقم 3، اذا اشتغلتي باصواف تقدري تشتغلي برقم 4. هحتاج لابره التنظيف، المقص، اي ماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل، واي وحده قياس بالسنتيمتر علشان ناخد عليها المقاس. المقاس اللي بنعتمد عليه البداية بتاعتنا على البلوفر هو مقاس محيط دوران الأرداف. أي مقاس بتعمليه سواء كان كبير أو صغير أو بأي حجم، من نفس الطريقة كده هوت بتيجي بالمزورة بتلفي حوالين دوران محيط دوران الأرداف بالشكل ده كده. الرقم اللي بيطلع عندنا هنا في آخر الدايرة بنشتغل عليه البداية بتاعتنا. انا هشتغل البلوفر النهاردة لولد عنده من سنة ويلبس لحد سنتين، فهبتدي البداية بتاعتي على 50 سنتيمتر. للناس اللي بتشتغل معايا نفس المقاسات هبتدي اعمل حلقة بداية بالشكل ده كده، وهرتفع بسلسلة. السلسلة دي مش على مضاعفات معينة، لكن لحد ما اوصل على المزورة بتاعتي الى 50 سنتيمتر اللي هما المقاس محيط دوران الارداف. رفعت بالسلسلة ووصلت لي 50 سنتيمتر، اتأكد ان السلسلة بتاعتي على اتجاه واحد بالشكل ده كده، وهاجي في اول غرزة اشتغلتها على السطر وهقفل غرزة منزلقة بالشكل ده كده. اخرج من الحلقة اللي على الابرة، اصبح عندي دايرة مغلقة. الدايرة دي هشتغل عليها البداية بتاعتي، هرتفع على السطر الاول، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هعتبرهم اول عمود بالنسبة لي، وهشتغل على السطر ده غرز من عمود بلفة. الف الابرة بتاعتي، وعلى كل غرزة هتقابلني اشتغل غرزة عمود بلفة اللي هي 3 حلقات، بخرج منها من حلقتين في حلقتين، وهكرر الف الابرة وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبخرج من حلقتين في حلقتين، وهكرر على كل غرزة غرزة واحدة بس ولحد نهاية السطر. على نهاية السطر، في نهاية السطر هعد 1 2 3، في ثالث سلسلة هقفل غرزة منزلقة، بسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي على الإبرة. نهاية السطر الأول بالشكل اللي احنا شايفينه كده، هرتفع على السطر الجديد 3 سلاسل، 2 3، هعتبرهم اول غرزة بالنسبة لي. على السطر ده هشتغل غرزة البليسيه اللي هي بريد امامي وخلفي، فهلف الابرة بتاعتي على العمود اللي جاي، اول عمود هيقابلني هشتغل عليه بشكل امامي. شايفين بنزل اسفل العمود بالشكل ده كده، بسحب الخيط ومعايا 3 حلقات بشتغل نفس العمود اللي اشتغلته اللي هو حلقتين في حلقتين. العمود اللي بعد كده او العمود التاني بشتغله بشكل خلفي، بلف من ورا الشغل بالشكل ده كده. شايفين بدخل منين؟ من قدام العمود نفسه، بسحبه لخلف كده واخد الخيط، وبرده هشتغل حلقتين في حلقتين، وهكرر الف الابرة واحد بشتغله بشكل امامي كده، والتاني بشتغله بشكل خلفي، بلف من ورا الشغل واسحب العمود لورا وبسحب الخيط، وهخرج من حلقتين في حلقتين، وهكرر واحد امامي والتاني من ورا كده، وبسحب الخيط بتاعي وبشتغل نفس العمود. هشتغل من نفس الغرزة دي كل السطر كله، واحدة امامية وواحدة خلفية ولحد النهاية. على نهاية السطر بغرزة البليسيه، في نهاية السطر على سلاسل الارتفاع الاولى، في تالت سلسلة بالشكل ده كده، بتقفلي غرزة منزلقة علشان نهاية السطر. بعدين على السطر الجديد هكرر ارتفع 3 سلاسل،
هعتبرهم اول عمود وهشتغل نفس الغرزه البليسيه اللي اشتغلتها. والحقيقه ان انا هرتفع السطر اللي جاي ده والسطر اللي بعده، يعني اجمالي غرزه البليسيه اللي اشتغلناها السطر اللي فات وسطرين كمان يبقوا 3 سطور. فهلف الابره بتاعتي وهشتغل بنفس الطريقه. الغرزه الاماميه هاخدها بشكل امامي بالشكل ده كده نفس العمود، والف الابره والغرزه الخلفيه باخدها بشكل خلفي من ورا الشغل بالشكل ده كده، وهكرر واحده امامي من اسفل العمود من الامام كده، والتانيه خلفي بس بسحب العمود لورا وباخد الخيط وهشتغل نفس العمود زي ما قلتلكوا كده. هشتغل السطر ده والسطر اللي بعده ونرجع نشوف الخطوه اللي بعدها. فقط السطرين من غرزه البليسيه زي ما احنا شايفين كده. في نهايه السطر هقفل منزلقه بشكل طبيعي وانهي السطر زي ما احنا شايفين كده. هبتدي دلوقتي على السطر اللي جاي دوت، هبتدي الغرزه بتاعتي هرتفع فيه بثلاث سلاسل 1 2 3 بالشكل ده كده، وهفوت على السطر 3 غرز 1 2 3، وفي رابع غرزه هشتغل غرزه حشو. وبنفس الطريقه كده هكرر على السطر كله، هرتفع 3 سلاسل وثلاث سلاسل او 3 غرز على السطر الرئيسي، وعلى الرابع غرزه هشتغل غرزه حشو اللي هي بسحب الخيط ومعايا حلقتين بخرج منهم بالشكل ده كده. هكرر 1 2 3، بفوت غرزتين وفي الغرزه بفوت 3 غرز وفي الغرزه الرابعه هشتغل غرزه حشو، وهكرر لحد نهاية السطر بنفس الطريقة كده. على نهاية السطر شايفين اصبح عندي السطر عبارة عن فراغات مكونة من 3 سلاسل بالشكل ده. في نهاية السطر بتاعك اذا لقيتي عدد الغرز مختلف مفيش اي مشكلة، انا المفروض بفوت 3 وبشتغل في الرابعة، لا انا تبقى عندي بس غرزتين هشتغل 3 سلاسل وهفوتهم. وهشتغل منزلقة فين؟ شايفين اول غرزة اشتغلت فيها السلسلة الاولى على السطر، اول غرزه هشتغل فيها هي نفسها الغرزه المنزلقه. نهايه السطر بتاعي بالشكل ده كده هدخل اللون الجديد، اعمل حلقه بدايه جديده بالشكل ده كده، وهشتغل كمان منزلقه فين؟ هشتغل كمان منزلقه في اول فراغ هيقابلني، ادخل اسفل الفراغ كده او جوه الفراغ وهسحب اللون الجديد وهشتغل بيه المنزلقه بالشكل ده كده، اخرج من الحلقة اللي على الابرة. اصبح معايا اللون الجديد ومش هتخلص من اللون الاولاني ده، لأ لحد نهاية القطعة هنشتغل باللونين مع بعض، لكن انا هسحبه بس للاتجاه الاخر بالشكل ده كده، وهبتدي اشتغل من اللون اللي لسه مدخلينه دلوقتي. انا كده بقيت على اول فراغ على السطر، هشتغل وارتفع 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود بالنسبة لي، وجوه الفراغ ده نفسه في نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود بلف. هلف الابرة بتاعتي وادخل نفس العمود هشتغل حلقتين في حلقتين، هكرر ادي العمود التاني العمود التالت. يبقى انا اشتغلت جوه الفراغ الواحد ارتفاع وتلات اعمدة، يعني كأني اشتغلت بالظبط 4 اعمدة بلف. هكرر الفراغ اللي بعد كده السلاسل اللي بعد كده هدخل جواها وهشتغل بنفس الطريقة، هشتغل 4 عمود بلف. ادي 1 2 3 4، هروح على الفراغ اللي بعد كده وهكرر اشتغل بنفس الطريقة، هشتغل 4 عمود بلف. 1 2 3 4، وهكرر على مدار السطر كله. في كل فراغ هيقابلني من الثلاث سلاسل دول هشتغل جواهم 4 أعمدة وهلف بالسطر لحد النهاية. على نهاية السطر بالشكل ده كده، في نهاية السطر على أول غرزة من السلاسل اللي في البداية هقفل غرزة منزلقة من نفس اللون شايفين. بعدين اللون اللي كنت بشتغل بيه ده كده هحطه على الاتجاه المخالف وهاخد اسحب من اللون التاني، هسحب وهخرج من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده كده واسحب اللون التاني في الاتجاه المخالف اللي انا بشتغل عليه. على الاتجاه اللي انا بشتغل عليه هبتدي ارتفع من اللون اللي سحبته، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3،
وهفوت المجموعة المكونة من 4 غرز اللي كنت بشتغلهم، وفي بعد ال4 غرز كده في الفراغ اللي بعد الـ4 على طول هشتغل غرزة حشو اللي هي حلقتين وبخرج منه. هكرر 3 سلسلة، هفوت ال4 غرز او ال4 عمود، وفي الفراغ اللي بعد ال4 العمود كده هدخل اسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو واخرج من الحلقتين بالشكل ده كده. هرتفع 3 سلسلة وهكرر، هفوت كل الغرز ال4 اللي جايين المجموعة اللي في الفراغ، وبعد كده هيقابلني فراغ اشتغل عليه غرزة حشو بسيطة، وهكرر على مدار السطر كله بنفس الطريقة، ارتفع 3 سلاسل وما بين المجاميع وبعضها. شايفين بعد ال4 غرز في فراغ، بعد ال4 غرز في فراغ هشتغل فيه غرزة الحشو البسيطة، بسحب الخيط معايا حلقتين بخرج منه، وهكرر نفس الفراغات. يعني هكرر السطر اللي كان فيه 3 سلاسل ولحد نهاية السطر. على نهاية السطر بالشكل ده كده اخر 3 سلاسل اشتغلتهم. شايفين في الفراغ، في مكان الفراغ هاخد غرزة الحشو بالشكل ده كده، وبعدين على اول فراغ عشان اقفل السطر بشكل مظبوط، على اول فراغ هيقابلني هسحب اللون، هشتغل منزلقة واسحب اللون التاني، هسيب اللون ده كده في الاتجاه المخالف وهسحب من اللون التاني منزلقة على اول فراغ، ادخل في جوه اول فراغ كده واسحب كمان منزلقة بالشكل ده كده، واشد الخيط الاولاني بالشكل ده كده، وهشتغل من اللون التاني. هرتفع 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود على السطر الجديد. دلوقتي شايفين انا جوه الفراغ الاول، جوه الفراغ ده انا اشتغلت ارتفاع، هشتغل كمان 3 عمود، هلف الابرة وهدخل معايا 3 حلقات، حلقتين في حلقتين، وهكرر العمود التاني العمود التالت مع الارتفاع، يعني 4 اعمدة، وهكرر هشتغل على الفراغ اللي جاي كمان 4 عمود، هلف الابرة وبدخل وبشتغل العمود حلقتين في حلقتين، العمود التالت العمود الرابع. شايفين انا بكرر نفس السطر اللي كنت بشتغله، كنت بشتغل في كل فراغ 4 اعمدة، وعلى مدار القطعة كلها هنكرر من نفس السطرين دول، وهنرتفع في نهاية السطر ده هنقفل منزلقة ونسحب اللون التاني ونشتغل سطر السلاسل، وبعدين في فوق سطر السلاسل هنشتغل من السطر اللي فيه 4 اعمدة في كل فراغ سلسلة بالشكل ده كده، وهنرتفع بالقطعة، مش هنغير اي حاجة. هنرتفع قد ايه؟ هنرتفع لحد ما نوصل على مقاس الباط علشان نعمل حردة الباط. يبقى انا هرتفع بالقطعة ونرجع نشوف الخطوة اللي بعدها. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين كده، شايفين السطر اللي بنمشي فيه 3 سلاسل غرزة حشو، ما بيبانش منه على القطعة الا غرزة الحشو فقط، بتبقى زي الدوتس او النقط على القطعة كده. وصلت دلوقتي لمكان الباط عشان اعمل حردة الباط، طبعا هحتاج لمارك او اي دبابيس تعلمي بيها، وانا هنا هوت كده في مكاني. اذا انت على اي مكان في السطر، يعني سي اول السطر بتاعك كده، شايفين الغرزة في كل اتجاه بنفس الطريقة لاننا بندور في حلقة منتصلة، فما فيش اي مشكلة، هجيب الغرزة بتاعتي على جنب الشغل بالشكل ده كده، وهاخد فقط غرزة واحدة، اجيب المارك بالشكل ده كده، شايفين من مكان ما انا موجودة هنا هوت كده، هسيب قبل المكان اللي انا فيه غرزة واحدة. الغرزة دي هعلم اولها، شايفين المكان اللي بنشتغل فيه غرزة الحشو اللي هو ما بين المجموعة، هحط فيه مارك، اوكي. نفس الغرزة دي هاخدها من الخلف كده، يعني في مكان غرزة الحشو ايضا، وهحط لنفسي برضو علامة بالشكل ده كده. شايفين انا علمت غرزة واحدة قبل الغرزة اللي انا فيها، اوكي. الغرزة دي هتبقى منتصفها للأمام كده ومنتصفها للخلف، ده لو بتعملي مقاس صغير زي ما أنا بعمل النهاردة كده. إذا بتعملي مقاس كبير هتسيبي غرزتين، هيبقوا الماركات دي سايبة غرزتين هنا وهنا كده، وهتبقى غرزة أمامية وغرزة خلفية. لكن لو بتعمليه بمقاسات صغيرة وحتى 10 سنين بنفس الطريقة كده، هي غرزة واحدة وبتتقسم منتصفها للخلف كده ومنتصفها للأمام. طبعا أنا هعمل كده في الاتجاه التاني، هحط برضو علامة على نفس الغرزة
غرزة واحدة بس هعلم اولها كده واخرها في مكان غرزة الحشو اللي بنشتغل. علمت غرزتين الباط كده، هاجي من مكان ما انا موجودة طبعا الدور على اللون الابيض وسحبته في مكانه بشكل طبيعي، هرتفع بيه 3 سلاسل وهشتغل نفس الغرزة، هشتغل السطرين اللي انا شغلاهم من اول السطر، سطر فيه 3 غرزة حشو ما بين المجموعة وبعضها ما بين الـ4 غرز بالشكل ده كده، 3 سلسلة وهشتغل غرزة حشو، يعني هرجع اشتغل بشكل طبيعي السطر بتاعي سطر سلاسل وسطر ببني فيه 4 غرز في فراغ كل سلسلة. وهشتغل فين؟ هشتغل فقط من المارك اللي انا علمته ده لحد المارك اللي في نفس الاتجاه، هفضل اشتغل بالسطور رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل قبل خط الكتف بسطر واحد. فين معايا؟ اشتغلت من المارك ده للمارك ده كده هوت، انا في النهاية هنا هوت في اخر غرزة، المفروض ان انا بشتغل من اللونين صح، اشتغلت 3 سلاسل وهشتغل اخر غرزة حشو بالشكل ده، المفروض ان انا اسحب اللون الرمادي وارجع بالسطر مرة تانية، بس اللون الرمادي فين؟ موجود على اول السطر، لاني طبعا مش هلف بالسطر ده، انا بشتغل الجزء الامامي والجزء الخلفي بشكل منفصل عشان احدد الباط، وبالتالي الخيط بتاعي فين؟ الخيط بتاعي في البداية هنا وانا وصلت للنهاية. هعمل ايه؟ هبتدي ارفع الخيط اللي معايا بالشكل ده كده واروح على البداية مرة تانية على المارك اللي عليه البداية، في اول فراغ هيقابلني اسحب اللون التاني وهشتغل بشكل طبيعي، شايفين انا سحبت في اول فراغ وهرتفع 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود بالنسبة لي، وبعدين هشتغل الـ3 أعمدة بجانب الارتفاع، ادي 1 2 3 4 شايفين اصبح عندي 4 غرز بشكل طبيعي اللي انا المفروض ابنيهم السطر ده، وهمشي بشكل طبيعي خالص 4 سلاسل او 4 أعمدة في كل فراغ سلسلة لحد ما اوصل على النهاية بتاعتي مرة تانية. طب في النهاية هاجي اعمل ايه؟ انا كده هفضل اشتغل بنفس الطريقة وهوصل تاني مرة هنا هوت عند المارك ده عشان ارجع باللون الابيض، هسحب اللون الابيض وارجع بيه، لكن علشان اغير اللون في كل مرة بسيب اللون الابيض في مكانه وبرجع من اول السطر او من عند اول المارك تاني اشتغل بنفس الطريقة علشان اسحب اللون اللي موجود في الناحية التانية. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين كده، ارتفعت بـ4 سطور طبعا من السطرين، انا كده وصلت ليه قبل خط الكتف بسطر واحد، يعني انا المفروض لو فضلي على الخط الكتف مثلا سنتي نص سنتي بسيبه وما بشتغلش كمان سطر، ليه؟ علشان الهيكول اللي نعمله هنا يبقى مش مضايق الرقبة. انا بنفس الطريقة كده في اخر غرزة. كمان حابة اقول لكم حاجة علشان الناس اللي بتطبق ما تتلخبطش وهي بتشتغل على الجزء اللي بنشتغله بشكل منفصل ده، شايفين في نهاية السطر ما بيبقاش في مكان يعني اخر مجموعة الـ4 أعمدة كده ما بيبقاش في مكان لغرزة الحشو اللي بنشتغلها على سطر السلاسل، بنشتغل غرزة الحشو فين؟ بنشتغلها في نهاية الغرزة نفسها، شايفين؟ يعني انا بشتغل ما بين المجموعات غرز حشو اهي، لما باجي في النهاية هنا هو طبعا المجموعة اللي اشتغلناها على جزء الكتف ديت او جزء الباط ما بيبقاش فيه مكان بعد الغرزة الاخيرة دي اشتغل فيها غرزة الحشو، بشتغلها فين؟ بشتغلها في نهاية الغرزة نفسها، شايفين غرزة الحشو فين؟ اللي على البداية واللي على النهاية، اوكي؟ في نفس المجموعة اللي هي الـ4 أعمدة بشتغلها في نهاية الـ4 كده. انا هنا هوت كده في نهاية السطر وبشتغل المفروض اخر مجموعة، اشتغلت 3 أعمدة وفي العمود الرابع خلاص انا مش هرتفع من جديد، فهشتغل حلقتين من العمود وفي الحلقتين الاخرى هسحب من اللونين، اللون الابيض اللي كنت سايباه على اول السطر ومن اللون اللي بشتغل بيه، هسحب اللونين مع بعض، ليه؟ لاني هرفع الخيط كده وهقصه لاني مش هرتفع السطور من جديد، اتخلص من الخيط كده بالشكل ده كده، وطبعا هوصل الخيط دلوقتي في
الماركات الخلفية، وهرتفع بنفس عدد السطور اللي ارتفعتها ديت وبنفس الطريقة. شايفين اشتغلت الجزء الامامي زي ما اشتغلت الجزء الخلفي بالظبط، ونهيت الخيط بتاعي. دلوقتي هنقفل خط الكتف. عشان نعمل كده لازم نحط لنفسنا ماركات بمقاس الرقبة المناسب اللي احنا محتاجينه، وطبعا نتأكد ان احنا سيبنا عدد غرز هنا هو هو نفس عدد الغرز اللي هنا. بعد ما اخدتي لنفسك علامات للرقبة بالشكل ده كده، هتقلبي القطعة على ظهرها علشان نقفل خط الكتف. لبس البلوفر على ظهره بالشكل ده، هاجي اوصل خط الكتف من للماركات اللي انا محدداها لنفسي، الجزء ده كده والجزء ده كده. عشان اعمل كده اهو هحط الكورنر على الكورنر بالشكل ده كده، وهلضم من نفس اللون في ابرة التنظيف، وهاخد الكورنر مع الكورنر كده، واسحب الخيط بتاعي، وطبعا هسيب جزء بالشكل ده كده في النهاية علشان ابقى اخفيه بشكل طبيعي في الشغل بتاعي. وهبتدي بنفس الطريقة كده، اخد غرزة امامية وغرزة خلفية، وبخياطة لف كده هشتغل بنفس الطريقة غرزة امامية وغرزة خلفية لحد ما اقفل واوصل للمارك اللي انا محددة لنفسي هنا. وصلت على غرزتين المارك، هاخد الغرزة الامامية والخلفية برضو في نفس الطريقة بالشكل ده كده، وبعدين هدخل الشغل بتاعي او الخيط بتاعي في الشغل شوية، هخفيه بالمرة كده اللي هي نهاية الخيط. دخلت جزء منه بالشكل ده، هبتدي ان انا اتخلص من زوائد الخيط واقصه. بالشكل ده كده بعدين هخفي زوائد الخيط التانية بنفس الطريقة. وصلت الكتف التاني بنفس الطريقة. شايفين في المرحلة دي بعد ما بوصل الكتف التاني كده، كل زوائد الخيط اللي موجودة معايا على اطراف القطع وعلى الجهة الخلفية كده، احنا على ظهر الشغل، كل الخيوط الزايدة بلضمها في ابرة التنظيف بالشكل ده كده، وبخفيها شوية. ومنساش اني لو اشتغلت من لونين كده ببقى بخفي كل لون في اللون بتاعه. بتدخليه شوية في الغرز بتاعتك بالشكل ده كده، وبعدين بنتخلص من زوائد الخيوط. خلاص كده هنتخلص منه، وكل الخيوط اللي معايا هخفيها بنفس الطريقة. ضفت كل زوائد الخيط شايفين، ورجعت قلبت القطعة على وشها، ده وش الشغل كده. شايفين الكتف معايا اتوصل بشكل نظيف ازاي. هبتدي دلوقتي اشتغل على منطقة الرقبة والاكمام. اول هشتغل على منطقة الرقبة. عشان اعمل كده هبتدي في اي كورنر من الاركان، ادخل على اي غرزة بالشكل ده كده، وهسحب من اللون اللي هشتغل منه، وهبتدي دلوقتي ارتفع من مكان ما انا موجودة كده 3 سلاسل، 1 2 3، هعتبرهم اول عمود بالنسبة لي. وبعدين هشتغل على كل غرزة هتقابلني نفس العمود، بلف الابرة وبدخل معايا 3 حلقات، هشتغلهم حلقتين في حلقتين. والغرزة اللي بعد كده نفس العمود اللي هو العمود بلفة واحدة، بدخل اسحب الخيط ومعايا حلقتين، 3 حلقات، بخرج من حلقتين في حلقتين. وهكرر كده على مدار الرقبة كلها، هلف بالسطر كله لحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة تانية. وصلت على نهاية السطر ولفيت على الرقبة كلها. دلوقتي في النهاية على سلاسل الارتفاع، عد 1 2 3، في 3 سلسلة هقفل غرزة منزلقة، هخرج من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده كده. السطر انتهى معايا، هرتفع 3 سلاسل اعتبرهم اول غرزة، وعلى السطر اللي جاي ده هلف بغرزة البليسيه، نفس الغرزة اللي اشتغلناها على الاطار تحت اللي هي البريد الامامي والخلفي. الف الابرة بتاعتي، وعلى اول عمود هيقابلني بنزل تحت العمود بالشكل ده كده، اسحب الخيط، انا كده اشتغلت بريد امامي. وهلف الابرة الغرزة اللي بعدها، شايفين بدخل من ورا الشغل بالشكل ده كده، وبسحب العمود للخلف، وبسحب الخيط، وهشتغل نفس العمود اللي هو حلقتين في حلقتين، وهكرر واحدة بشكل امامي والتانية بشكل خلفي، ولحد
نهاية السطر. على نهاية السطر، في نهاية السطر بالشكل ده في سلاسل الارتفاع في ثالث سلسلة، هقفل غرزة منزلقة، وبعد ما نهاية السطر بتاعي هرتفع ثلاث سلاسل وهلف بالسطر من جديد نفس الغرزة، ألف الإبرة والعمود الأمامي بشتغله أمامي والعمود الخلفي بشتغله بشكل خلفي بالشكل ده كده، وهلف بالسطر بنفس الطريقة ولحد آخر السطر. على نهاية السطر وقفلت منزلقة في سلاسل الارتفاع، شايفين ده شكل كده الهايكول بتاعي. أنا مش حابة ارتفع أكتر من كده، لكن انت لو حابة تعمليه من الهايكول الطويل اللي بيتني مرة كمان للخارج كده، بتفضلي ترتفع بالسطور تقريبا من 6 لـ7 سطور لحد ما تشوفي التانية المظبوطة على الهايكول. أنا مش هوسعه أو هطوله أكتر من كده. فبعد ما قفلت منزلقة هبتدي اخد سلسلة تأمين بالشكل ده كده، وهرفع الخيط وهقص الرقبة، وهنشتغل على منطقة الكم زي ما احنا شايفين انا بنيته في الجهة اليسرى، وهنشتغله مع بعض على الجهة التانية بنفس الطريقة. هنجيب من اللونين مع بعض، وهعمل حلقة بداية جديدة، اخد 1 2 واسحب طرف الخيط بالشكل ده كده، وبعدين هاجي اسفل الباط، اسفل الباط على الغرزة اللي اسفل الباط كده، في اي اتجاه من الغرزة في المكان اللي بنشتغل فيه غرزة الحشو اللي ما بين المجاميع كده، هسحب اللونين مع بعض، وبعدين هرجع اشتغل باللون اللي كنت بعمل بيه سلاسل بس، فهسحب منزلقة باللون الابيض بالشكل ده كده، اصبح عندي اللونين مرة تانية. هرجع اشتغل بيهم زي ما كنت بشتغل اول القطعة، هشتغل نفس الغرزة بشكل طبيعي، هرتفع 3 سلاسل بالشكل ده كده، وهروح لبعض المجموعة واشتغل غرزة حشو، 3 سلاسل وهشتغل. شايفين انتوا هنا هوت على الفراغ اللي هيقابلك على طول تشتغلي غرزة الحشو كأنها غرزة بالظبط. ارتفع 3 سلاسل، ولما يقابلني شايفين احنا مش على عدل بتاع الغرزة، هفوت الغرزة كلها وفي مكان غرزة الحشو نفسها اهي هشتغل برضو غرزة حشو، 3 سلاسل وبنفس الطريقة كده هفوت الغرزة، وفي الفراغ اهو اللي ما بين الغرزتين وبعض هشتغل غرزة الحشو، وهلف بنفس الطريقة كده هشتغل 3 سلاسل بشكل منتظم على داير ما يدور منطقة الباط كلها. شايفين ده الكتف الموصول ببعضه، فانا هاخد منه غرزة، ادي الغرزة منتصف الغرزة اهي هشتغل فيها غرزة حشو، طبعا دي منتصف الغرزة بس هما موصولين ببعض، في الغرزة التانية اهي الفراغ اللي بعدها هو اللي هشتغل فيه 3 سلاسل وغرزة حشو، وبنفس الطريقة كده هلف لحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة تانية. على النهاية بالشكل ده كده اخر 3 سلاسل معايا هشتغل منزلقة في الفراغ الاول اللي كان معايا. شايفين انا كده وصلت للبداية بتاعتي، علشان اغير اللون هاجي في اول فراغ كده واسحب اللون التاني اشتغل بيه منزلقة في 3 سلاسل الاخرى اللي اشتغلته بالشكل ده كده، هسحب اللون الرصاصي، اصبح معايا اللون الرصاصي واصبحت جوه اول فراغ اشتغلته، هرتفع. شايفين انا مش هفصل الخيط، انا هشتغل زي ما اشتغلت على بداية القطعة نفس الغرزة، هرتفع من اللون اللي سحبته بالشكل ده كده 3 سلاسل، في كل فراغ هشتغل 4، يبقى بجانب الارتفاع ده هشتغل كمان 3 عمود بلف، 1 2 3 على الفراغ اللي بعده 4 عمود، وبنفس الطريقة كده هلف بالسطر لحد ما اوصل للنهاية مرة تانية. لما بوصل للنهاية بسحب اللون الابيض وبشتغل، خلاص هتبقى السطر ده غرز طبيعية اللي هم المجاميع بتاعتي اللي كنت بشتغل فيها، 4 اعمدة 4 اعمدة، في كل فراغ هشتغل 4 اعمدة على السطر ده، وبالتالي السطر اللي جاي هشتغل السلاسل في مكانها بشكل طبيعي، 3 سلاسل وبين المجموعة هشتغل غرزة الحشو، وهلف بالسطور وارتفع زي ما ارتفعت بالظبط على القطعة، هلف لحد اما ارتفع على طول الكم المناسب
مناسب بالنسبة لي، وطبعا هسيب مساحة او قيمة السويرة اللي هشتغل. شايفين ارتفعت على الكم من نفس الغرزة، لفيت بالسطور ودلوقتي وصلت لنفس المقاس اللي اشتغلته. خلاص هشتغل الاسويرة. لما بتوصلي لمقاسك هتنهي السطر بتاعك بشكل طبيعي زي ما بتشتغلي. هقفل منزلقة لكن هسحب اللون الجديد بالشكل ده كده. طبعا انا هشتغل الاسورة من اللون الابيض اللي سحبته دلوقتي، فدلوقتي ممكن اسحب اللون الرصاصي كده واتخلص منه. طبعا هسيب جزء منه كده علشان ابقى خفيف في الشغل بتاعي. دلوقتي هشتغل من اللون الابيض بس الاطار. عشان اشتغله هبتدي ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهشتغل في الغرزتين اللي جايين كل غرزة فيهم هشتغل عمود بلف من مكان ما انا موجودة. هلف الإبرة بتاعتي وهدخل في الغرزة اشتغل العمود اللي هو حلقتين في حلقتين، الغرزة اللي بعدها حلقتين في حلقتين، يبقى انا اشتغلت ارتفاع بمثابة الغرزة الاولى وكمان غرزتين يبقى 3 غرز، وفي الغرزة الرابعة والخامسة هعمل تناقص. بلف الإبرة بتاعتي وبدخل في الغرزة الرابعة اسحب الخيط واشتغل بس حلقتين والباقي معايا، وهلف الإبرة تاني ادخل في الغرزة رقم 5 اسحبها حلقتين والباقي معايا، اصبح معايا 3 حلقات هعمل فيهم تناقص، يعني هشتغلهم في غرزة واحدة بالشكل ده كده. وهكرر هشتغل 3 غرز فردية، الغرزة الاولى اللي بعدها وكده الغرزة التالتة، ولما بوصل للغرزة الرابعة باخد الرابعة والخامسة تناقص، بلف الإبرة وبدخل في الرابعة بسحب الخيط بخرج من حلقتين بس وبحتفظ بالحلقتين الباقيين، بلف الإبرة تاني وادخل في الغرزة رقم 5 اخد الخيط واسحب حلقتين بس، معايا 3 حلقات هسحبهم كلهم، وكده ابقى انا بعمل تناقص في ثالث ورابع رابع او خامس غرزة. يعني بشتغل 3 فردي 3 عواميد بشكل طبيعي في 3 غرز منفصلة بالشكل ده كده. وبعدين الغرزة الرابعة والخامسة باخدها تناقص، اول غرزة بسحب منها لفتين بس، بلف الابرة واخد الغرزة الخامسة اسحب لفتين بس، بيبقى معايا 3 غرز هسحبهم كلهم، وبنفس التناقص ده هشتغل على السطر كله لحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة تانية. على النهاية بنفس التناقص كده، وفي سلاسل الارتفاع اللي على بداية السطر هقفل غرزة منزلقة وانهي السطر بتاعي. وبعدين هرتفع على السطر الجديد 3 سلاسل، وهشتغل على السطر دوت نفس غرزة البليسي اللي اشتغلناها على الرقبة وعلى الاطار، اللي هي واحدة بريد امامي اهي بالشكل ده كده، واللي بعدها بشتغلها بشكل خلفي من خلف الشغل، بسحب العمود للخلف كده وهسحب الخيط وبشتغل نفس العمود حلقتين في حلقتين. وبنفس الطريقة دي هرتفع سطرين من نفس الغرزة ونرجع نقفل مع بعض. ارتفعت بسطرين من غرزة البليسيه بالشكل ده كده، وفي نهاية السطر بتقفلي منزلقة وتنهي السطر بتاعك وكمان سلسلة تأمين، ونرفع الخيط وهنقص. كده يكون الموديل انتهى. زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزة حلوة قوي، بتبقى حلوة على المشاريع الرجالي. اتمنى تكون عجبتكم. ياريت كل اللي استفاد النهاردة ما ينساش يعملي لايك اذا بتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كوليكشن. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.